هذا واستقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية بقاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي أفراد المنتخب الوطني لألعاب القوى بمناسبة تحقيق المنتخب للقب بطولة آسيا بنسختها 23 بعد أن تصدر المنتخب الترتيب العام بعدد الميداليات التي أحرزها خلال المنافسات. وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لكافة أفراد منتخب ألعاب القوى، وذلك بعد النتائج المشرفة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بما حققه المنتخب في هذا المحفل الرياضي الآسيوي الكبير والذي يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة ألعاب القوى البحرينية في مختلف المشاركات والمحافل الرياضية القارية والدولية، والتي عززت من المكانة المرموقة التي تحتلها مملكة البحرين على خريطة الرياضة العالمية. وأكد سموه أن هذه النتيجة المتميزة جاءت بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لقطاع الشباب والرياضة وأبنائه الرياضيين، والجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومن خلال الرؤية التي رسمناها للنهوض بهذه الرياضة لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من إنجاز جديد وتاريخي يعزز من مكانتنا آسيويا ودوليا ويبرهن للعالم أن البحرين رغم صغر حجمها إلا أنها قادرة على تحويل المستحيل إلى حقيقة وإحراز الإنجازات تلو الإنجازات. وقد أشاد سموه بالمستوى الفني المميز الذي قدمه أفراد المنتخب لألعاب القوى في هذه المشاركة الآسيوية والتي برهنوا من خلالها على قدراتهم وأمكانياتهم العالية والرفيعة، وأنهم دائما الرقم الصعب في جميع المشاركات، متمنيا سموه لأفراد المنتخب دوام التوفيق والنجاح لإحراز المزيد من النتائج المشرفة التي تضاف للسجل الحافل الذي تمتلكه مملكة البحرين على الصعيد الرياضي. أولا نبارك لسيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه وسمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد على هذا الإنجاز التاريخي اللي تحقق لأول مرة، ونهنئ أنفسنا كبحرينيين وكرياضيين. البحرين صغيرة بحجمها، كبيرة بعطائها وعطائها الرياضي. هذا الإنجاز يسجل بأحرف من ذهب في تاريخ البحرين، وبو حمد لين وعد أوفى بوعده. طبعا القائمين على الاتحاد البحريني للألعاب والقوة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وضعوا التخطيط والإعداد المناسب للتنافس في هذه البطولة، وكان عندهم إعداد سابق عن طريق الفوز ببطولة العرب في القاهرة، وكان إعداد مناسب لهم، والآن دخلوا في تحدي في آسيا واستطاعوا أنهم يقهرون سور الصين العظيم. هذا النوع من الإنجازات يخلق بيئة تنافسية بين الاتحادات، والمستفيد الأكبر هي الرياضة البحرينية.